لكي تنتصر على عدوك يجب أن تعرفه أولا. لذا كانت المقولة الخالدة اعرف عدوك هي أحد مفاتيح نصر أكتوبر 73 المجيد. والإرهاب هو عدونا، ولكي ننتصر عليه يجب أن نعرفه بداية من نشأته مرورا بأهدافه وكذا نقاط قوته وضعفه. ولا بد أن نعرف قدراته ونحلل شخصية الإرهابي لنحدد سلوكه فنتوقع أهدافه فنحمي بالتالي أوطاننا. كل هذا وأكثر وبالتفصيل نجده في مرجعنا المهم والذي نحن بصدده اليوم، حشرة بؤس فيل، الإرهاب وتمويله، للكاتب لواء إيهاب عطية. حشرة بؤس فيل كتاب جامع وشامل لكل ما له صلة بالإرهاب والإرهابيين، وقد قدم لنا الكاتب خلاصة خبرته العملية بمجال مكافحة الإرهاب ليضع بين أيدينا مرجعا مهما يقع في 745 صفحة من القطع المتوسط، يشمل ثلاثة أبواب رئيسية يرصد ويحلل من خلالها ظاهرة الإرهاب عالميا ومصريا. لذا حمل الباب الأول عنوانا شارحا هو تشريقا وتغريبا، ليوضح لنا أن الإرهاب لا وطن ولا دين له منذ نشأته. وبالإحصاءات والتحليلات عرض الكاتب خلال الباب الأول أهم الإشكاليات المتصلة بظاهرة الإرهاب، إلى جانب رسم صورة لشخصية الإرهابي المعاصر، كما أوضح أبرز استراتيجيات مقاومة الإرهاب بناء على خبرة الكاتب العملية على أرض الواقع. وفي الباب الثاني والذي جاء بعنوان تمويل الإرهاب، الماهية، المردودات، المصادر، وسائل النقل، يعرض الكاتب من خلاله جريمة تمويل الإرهاب تفصيلا، مبينا الفرق بين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وموضحا أهمية التمويل ودوره في جريمة الإرهاب وحجم التمويل وأنواعه وتأثيره المباشر وغير المباشر ومصادره الذاتية وغير الذاتية، ومبينا وسائل نقل التمويل مع عرض لما تصادفه مصر من صعوبات حدودية. أما في الباب الثالث والذي جاء بعنوان الجهات الدولية المعنية بقواعد ومعايير تجريم تمويل الإرهاب، عارضا لنا معايير تجريم الإرهاب سواء الصادرة عن الأمم المتحدة أو الهيئات النوعية المتخصصة وغيرها من المنظمات والهيئات الدولية المعنية، لنصل بذلك إلى نهاية الكتاب، والذي بدوره نصل إلى خلاصة الكاتب لمرجعه والتي تتلخص في أن الإرهاب أضعف مما نتصور، فهو كحشرة بأذن فيل لن تقتله لكنها قد تصيبه ببعض الاضطرابات فقط. اللواء إيهاب عطية استطاع بلغة سهلة وبأسلوب منمق يدل على خبرة كبيرة للكاتب أن يقدم لنا مرجعا يعد الأهم لمعرفة عدوك والانتصار عليه. كل هذا وأكثر فيه حشرة بأذن فيل، الإرهاب وتمويله، للكاتب اللواء إيهاب عطية.